مرجى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الدفاع عن كركوك وأهلها دون تمييز. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. نظمت لجنة تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني بالتعاون مع الوقف السني بداقوغ مراسيم تأبينية على أرواح كوكبة من شهداء البيشمركة وخاصة الشهيدين العميد شيركو فاتح واللواء حسين منصور. ممثل المرجع الديني اليعقوبي بكركوك أشاد بدور وتضحيات قوات البيشمركة البطلة للذود عن كركوك خاصة والبلاد عامة، شاكرا دور لجنة تنظيمات داقوق للاتحاد الوطني الكردستاني. سمعنا في هذا المكان الطاهر الشريف لكي نحيي ذكرى مهمة ومؤلمة وذكرى عظيمة، وهي ذكرى إحياء شهداء البيشمركة الأبطال الذين واقعا نقف إجلالا وإكبارا بتضحياتهم العظيمة، وهم قد ضحوا بأعز ما يملكون، ضحوا بأنفسهم وبدمائهم، قد قدموا دماءهم وأرواح فداء لكركوك وفداء للعراق. فتحية إجلال وإكبار لأولئك الشهداء الأبطال وللشهداء القادة وخصوصا اللواء حسين والعميد شيركو، هؤلاء الأعزاء الذين كانت تربطنا بهم علاقة وعلاقة حميمة. فأسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويتغمد الشهداء الأبطال من البيشمركة، هؤلاء البيشمركة الذين أثبتوا بجدارة أنهم أهل لحماية البلد وأهل لحماية العراق وأهل لحماية كركوك الحبيبة. مواطنون من المشاركين في المراسيم أثنوا على دور قوات البيشمركة في دفاعها عن داقوق خاصة وكركوك بصورة عامة، متضرعين إلى الله عز وجل أن يسكن شهداء البيشمركة جنات الخلد وأن يحفظ مدينة كركوك من كل مكروه. احنا نشكر كركوك وبيشمركة الذي يدافعون عن العراقيين، يدافعون على منطقتنا كركوك، باكم فرق كركوك وداقوق وكل العراقيين، وإن شاء الله نقف جنبا بجنب عربا أكرادا تركمان وشيعة ضد دواعشيين الذين يقتلون النساء والشيوخ والشباب الذي حرموا كل شيء. احنا اول شيء نشكر القوات الكردية البيشمركة الذين حاموا داقوق ودافعوا عن كل المكونات، ونشكرهم جدا، وحنا جينا من هناك ناجحين وفضل الله ثم فضلهم، ونشكرهم ورحمة الله أن يتغمد شهداهم بواسع الرحمة. المشاركة الواسعة في مجالس العزاء والمراسيم التأبينية تعبير واضح وحقيقي عن تضامن طوائف كركوك المختلفة ومساندتها لقوات البيشمركة. قصف طيران التحالف الدولي أوكار مجاميع داعش الإرهابية في ضواحي ناحية الرشاد التابعة لقضاء الحويجة.